Good evening, Junior 4. How are you? Are you ready for the exam? Today, we are going to make a small revision on our science. Okay, Junior 4, I want you to be focused with me very well. Okay, let's go. As you know, we have studied two units at this term. Unit number 1 about living systems and unit number 2 about motion. And we have studied four concepts on unit 1. Concept number 1 about adaptation and survival. Concept 2, senses at work. Concept 3, light and sight. And finally, concept number 4 on unit 1, communication and information transfer. And unit 2, the concept number 1 on unit 2 is starting and stopping. Concept 2, energy and motion, and concept number 3, speed. Let's go to make our revision, Junior 4, and I want you to concentrate with me, please, Junior 4. The first question, what is the meaning of adaptation? Or what is adaptation? Choose number 1, it's a process by which organisms create offspring, or it's a characteristic that helps living things survive and reproduce in the ecosystem in which they live, or it's a form of pollination used for conifers, or choose number 4, it's a form of excretion that organisms with a digestive system use to get rid of wastes. طبعا عايزين نبقى متفقين يا جونيور 4 ان الريفيجن اللي احنا بنعملها دي محتاجين فيها ان احنا يعني نبقى بنستنبط من الكويشنز اللي احنا هنشتغل مع بيها النهارده نمط الاسئله اللي ممكن يجي، ومش شرط ان يكون نفس تيبيكال الاسئله اللي موجوده. احنا هدفنا برضو في الاخر ان احنا نتعلم، وده اللي اتفقنا عليه من اول ما بدانا العهد الجديد والمنهج الجديد والطريقه الجديده في التفكير يا جونيور 4. دايما عايزين ندي فرصه لعقلنا ان هو يفكر ويوصل للمعلومه بذكائه هو الخاص. فكره نمط الاسئله اللي انا بحاول ان انا اعرفها وخلاص تمام حفظتها، ده عايزين نبعد عنه تماما، وخلينا متفقين ان الايفالويشن او الامتحان الغرض الاساسي منه مجرد بس يعني ان اقيم نفسي واشوف ادائي طول السنه، بس مش هو الاساس للتعلم. التعلم خلاص حصل واحنا اوريدي اكتسبنا المعلومات اللي كنا محتاجين نكتسبها. يلا ركزوا معايا بقى في اول سؤال، ايه معنى الادابتيشن يا جونيور 4؟ بمنتهى السهوله لو بدانا نعمل استبعاد لكل تشوز هنلاقي ان اكتر تشوز بيعبر فعلا عن ان الكائن ده قدر يعمل ادابتيشن او يعمل تاقلم مع البيئه اللي هو موجود فيها هو التشوز نمبر 2، which is it's a characteristic that helps living things survive. المواصفات او الخواص اللي بتخلي living thing قادر انه يعيش، and reproduce in the ecosystem in which they live. زي احنا ما بنعمل بنقدر نتكيف مع المكان اللي احنا عايشين فيه ونخلف اولاد ونبني بيوت، اكيد احنا كده عملنا adaptation. وممكن نقيس على كده كائنات كتير تانية زي ما درسنا في يونت 1 وعرفنا concept 1 وعرفنا الadaptation بالصور بتاعته كلها وايه هي الكائنات اللي بتعمل الadaptation ده. تاني question معانا، what happens to organisms that cannot adapt to environmental change؟ ايه اللي ممكن يحصل بقى لو تخيلنا ان كائن ما عرفش يعمل الادابتيشن اللي هو محتاجها في الحاله دي؟ هل هو the population increase يعني اعداد الكائنات دي هيزيد؟ يعني ازاي كائن مش عارف يعمل ادابتيشن، مش عارف يتكيف، هيعيش وهيزيد كمان؟ اظن استبعدنا الاجابه الاولى. choose number 2, the organisms die of. الكائنات هتموت. طبعا كلكم دلوقتي عرفتوا الاجابه. طيب نقرا برضو تشوز نمبر 3، ذا بولونيشن ستيز ذا سيم، اعداد البوبوليشن ستيز ذا سيم، يعني اعداد الافراد بتاعه القبيله او الكائنات دي هتفضل ما تتغيرش زي ما هي، ولا ذا biodiversity of the ecosystem increases، هيحصل تنوع في الكائنات وفي انواع الكائنات. طبعا انا مش محتاجه افكر اكتر من كده لان التشوز اتعرف. اكيد بما ان مفيش adaptation الكائن عمله يبقى اكيد مش هيعرف يكمل ومش هيعرف يعيش، واحنا درسنا في يونت 1 اهميه الادابتيشن وكمان قعدنا نراجع عليه فتره طويله جدا. خلينا نقول السؤال نمبر 3، how does the adaptation of traits
overtime benefit especially ازاي ممكن التأقلم عبر السنين وعبر العصور يفيد الأفراد ويفيد الأنواع المختلفة؟ هل بإن هو decreases the species survival rate during environmental change يعني بيقلل أعداد الأفراد اللي بتنجو بحياتها أثناء التغيرات المناخية؟ ولا it increases the species survival rate during environmental change يعني بيزود الأعداد الأولاني اللي تشوز الأولاني بيقللها، اللي تشوز التاني بيقلل أعداد الأفراد اللي موجودين. إحنا بنتكلم عن adaptation يعني الكائن عرف يسلك مع الحياة، عرف يتأقلم مع الحياة اللي هو فيها. أنتوا كده عرفتوا الإجابة. خلينا نقول إن التشوز التالت برضو مجرد نقراه، it changes all of the organism structure، هل هيغير تركيب الكائنات؟ معقولة؟ ولا يا ولاد it changes all the organisms learned behaviors، اكيد الاختيار الصح يا ولاد وهو انه بيزود اعداد الافراد الناجيه اثناء التغيرات المناخيه، it increases the species survival rate during environmental change. ونبقى دايما اذكياء ومركزين واحنا بنحل يا ولاد اي كويستشن بيجي لنا، دايما دايما نهدي اعصابنا ما نتخضش نهائي من اي سؤال يجي. احنا اوريدي عرفنا كل المعلومات ودرسناها واستمتعنا بدراستها، مجرد بس مطلوب منك تدي لعقلك فرصة انه يسترجع المعلومة ويوصل لها، وانت ذكي جدا وتقدر توصل للإجابة، مش شرط تكون عارف السؤال typical. طيب الكويستشن نمبر 4 بيقول the most likely reason for a desert plant fails to grow in humus reach will water the soil. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تقريبا السبب اللي هيخلي النباتات الصحراوية تفشل إنها تنمو في المناطق اللي مليانة مية أو التربة اللي مليانة مية هو إيه يا ولاد؟ هل إن الهيومس prevents plant growth؟ إن الطينة والطمي اللي موجود في الأرض بيمنع نمو النباتات؟ ولا a desert plant survive in less water؟ ولا طبيعة النباتات الصحراوية إنها بتحب الأماكن اللي فيها مية أقل؟ ولا الووتر easily drains out in humus soil اللي المية بتنزل بسرعة في التربة الهيومس التربة الطينية أو اللي فيها طمية؟ ولا يا أولاد a desert plant needs more nutrients in the soil for growth، الموضوع ملوش علاقة بأنه محتاج more nutrients، طبعا انتوا عارفين nutrients يعني ايه؟ يعني مواد غذائية، لا الموضوع ملوش علاقة بكده، الموضوع له علاقة بأن ده نبات صحراوي desert plant يبقى محتاج بيئة صحراوية المية فيها قليلة، لما المية تبقى ريتش أو غنية أو عددها كميتها كبيرة مش هينفعني أنا كديزرت بلانت، فللأسف مش هيعرف يكمل وينمو. يبقى الإجابة هنقول إن most likely reason السبب الأكثر دقة هو إن الديزرت بلانت survives in less water بيحتاج المية الأقل عشان يعيش. لو جينا للسؤال نمبر 5 its characteristics that help living things survive and reproduce in the ecosystem in which they live. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان نفس الديفينيشن ده او التعريف لسه قايلينه من شويه. مين اللي يعتبر خاصيه او صفه بتخلي تساعد الكائن الحي ان هو ينجو ويعيش ويتكاثر وكمان يقدر يتغلب على البيئه اللي هو عايش فيها؟ هل هو البولينيشن؟ اول حاجه اختيار بولينيشن، طبعا بولينيشن بمعنى التلقيح. طيب تاني حاجة فوتوسينثيس، تالت حاجة ريبرودكشن، and number 4 adaptation. مين في دول تفتكروا الاختيار الصح يا ولاد اللي فعلا بيعبر عن ان الكائن قدر يتكيف ويعيش؟ برافو عليكم، it's adaptation. شطار يا جونيور 4. الادابتيشن او التكيف هو الحاجة اللي بتساعد الكائن علشان يقدر يعيش في البيئة اللي هو موجود فيها. خلينا نتكلم على او نجاوب الكويشن نمبر 6. During exhalation process the diaphragm muscle contracts and، طبعا بنرجع تاني ناكد قبل ما نشرح الكويشن نمبر 6 لازم ناكد تاني، احنا مش محتاجين ناخد نمط اسئله معينه ونحفظها وندخل الامتحان نلاقيها بالظبط قدامنا، مش دي الطريقه اللي احنا عايزينها ومش ده الهدف الاساسي للتعلم يا جونيور 4. الهدف الاساسي خلاص وصلنا له بمجرد ما اكتسبنا المعلومه وتعلمناها مع المدرس بتاعنا في الفصل وتعلمناها عن طريق الريسيرش والابحاث اللي احنا عملناها والفيديوهات اللي اتفرجنا عليها
دلوقتي الهدف هو اني بس اقيم نفسي كتقييم بسيط. ادي لنفسك فرصه تفكر، وادي لنفسك فرصه تحل اي كويتشن بيجي لك بعقلك حسب ما هو شايف الاجابه صح، وما تقلقش من اي سؤال بيجي لك. خلينا نقول السؤال ده برضو بيقول ان اثناء عمليه الاكزيليشن، الاكزيليشن يعني عمليه الزفير، بنطلع الهواء اللي جوه الجسم، دايفرام ماسل بيحصل له ايه يا اولاد؟ هل stay in place ولا moves up ولا moves down ولا relax؟ طبعا برافو عليك، وفي ناس شطورة عرفت الإجابة قبل ما تظهر. It moves up، يبقى exhalation process اللي هي عملية الزفير. أنا خلاص زي ما يكون بالونة كده والهواء طلع منها، فبيبدأ حجم chest cavity أو حجم تجويف الصدر يقل في الحجم، ويبدأ الديافرام muscle moves up، يتحرك لفوق. متفقين كده يا جونيور فول؟ على عكس الانهيليشن اللي بيحصل ايه للديافرام؟ برافو عليكو، moves down. طيب لو جينا للكويتشن نمبر 7، fish has gills which allow it to، الاسماك عندها gills اللي هي الخياشيم زي ما انتم شايفين في الصوره، علشان تساعدها breathe underwater, eat underwater, or swim underwater ولا move underwater. كل دي تشوزز، يا ترى تختاروا ايه؟ بما اننا بنتكلم عن جيلز الخياشيم اللي هي يا ولاد بديل لللونج عندنا، بديل للرئه عند الانسان، الفيش عندها جيلز عندها خياشيم، يبقى ايه الاختيار الصح اللي بتستخدم فيه الاسماك their gills او الخياشيم بتاعتها علشان ايه؟ برافو عليكو، to breathe under water، عشان تعرف تتنفس تحت المية. لو جينا لquestion number 8 هيقول a process by which human takes in oxygen gas is called، العملية اللي الإنسان بياخد فيها أكسجين، إحنا أخدنا أكسجين، يبقى إيه هي البروسيس؟ inhalation, exhalation, digestion or excretion. excretion يعني إخراج، تمام، عملية الإخراج. طيب digestion يعني عملية الهضم، exhalation اللي هي عملية الزفير، inhalation اللي هي عملية الشهيق. ها إيه رأيكم الحاجة أو الطريقة اللي بناخد بيها أكسجين جاز؟ برافو عليكم يا جونيور فور، الإجابة هي inhalation، هي البروسيس اللي بناخد فيها أكسجين جاز علشان نوصله للبلد عشان يديه لكل خلايا الجسم تستفيد منه. طيب الكويتشن اللي بعده، during inhalation process size of chest cavity، أثناء عملية الانهيليشن، يلا خد شهيق كده، خد نفس، يلا بينا. حجم chest cavity لو ركزتوا، أنا لسه قايلة من شوية، chest cavity size بتاعه هل enlarge بيزيد ولا stay the same بيفضل زي ما هو، ولا becomes smaller بيصغر، ولا decreases بيقل؟ إيه رأيكم؟ أثناء عملية الانهيليشن الشهيق بياخد نفس، حجم الصدر او مساحه القفص الصدري او الشيست كافيتي تجويف الصدر بيحصل له ايه يا اولاد لما بناخد نفس؟ ايوه تمام، بيبدا يتسع، انلارجز، ممتازين، برافو عليكم، فاهمين كويس جدا، ممتازين يا جونيور فور. السؤال اللي بعده، fish use what to breathe underwater، لسه قايلين من شويه الاسئله بتتكرر اهي، الموضوع بسيط جدا واحنا فاهمين، ايه الحاجه اللي الفيش بتستخدمها علشان breathe underwater تتنفس تحت الميه؟ هل gills ولا lungs ولا mouth؟ exactly it's gills، الخياشيم اللي احنا اتكلمنا عنها بديل لللونج في الانسان هو الجيلز او الخياشيم في الفيش في الاسماك. طيب لو جينا للسؤال اللي بعده، طبعا الصوره اللي قدامنا بتعبر عن حيوان اسمه سلمندر. السلمندر ده نوع من انواع الامفيبيانز لو تفتكروا كده، اخو الفروجز مش كده ولا ايه؟ طيب لو قلنا ان السلمندر is an example of amphibians، انا جاوبتها لكم على فكره، or mammals ولا birds؟ ها برافو عليك، ولسه قايلين amphibians. amphibians يعني كائنات بتعيش نص حياتها on land على الأرض، والنص التاني بيكون in water جوه المية. طبعا المامز اللي هي الكائنات التي تلد وترضع صغرها، birds اللي هم الطيور. كل ده كلام سهل جدا بالنسبة لكم يا جونيور فور. السؤال اللي بعده، the dolphins use the sense of hearing to be able to، الدولفينز بتستخدم حاسة السمع
علشان تكون قادرة على إيه؟ search for food يعني عشان تبحث عن الطعام، ولا protect itself under the water تحمي نفسها تحت المية، ولا know the location of things تعرف أماكن الأشياء، ولا كل اللي إحنا قلناه مظبوط؟ إيه رأيكم يا أولاد في الأسباب اللي ممكن تخلي الدولفين يستخدم حاسة السمع sense of hearing؟ إيه رأيكم؟ كل الكلام اللي قلناه all the previous أو all the above chooses يعني كل الاختيارات دي مظبوطة. Search for food, protect itself under the water, know the location of things, تحاول تدور على مواقع الأشياء، كل دي حاجات بتساعد يا أولاد الدولفينز عشان تقدر تسمع وتستقبل الإيكولوكيشن عشان تسمع تحت المية. In places with very high temperature, the animals are active يعني في المناطق اللي هي very high temperature درجة حرارتها عالية جدا. The animals are active. الحيوانات بتكون active during day ولا at night ولا in the morning ولا no correct. إيه رأيكم؟ تمام، during day في المناطق ال very high temperature الكائن مش بيعرف يستحمل حرارة الشمس القوية جدا بالنهار، بيضطر إن هو ينشط at night أو during night علشان بتكون درجة الحرارة عالية جدا جدا جدا، يبقى الإجابة المفروض at night. طيب سوري، ممكن يكون اللي تشوزز بس متلخبطه شويه، بس احنا بنقول الاجابه الصح اللي المفروض نلتزم بيها. Dolphins can know the location of things using. الدولفينز بتقدر تعرف مواضع الاشياء عن طريق ايه يا اولاد؟ هل عن طريق its tail ولا echolocation ولا its beak ولا all previous؟ ايه رايكم؟ ايه الاشياء اللي بتساعد الدولفينز انها تتعرف على المواقع اللي حواليها؟ شطار، طالما ذكر الدولفين يبقى على طول its echolocation عن طريق echolocation اللي هو التواصل بالموجات الصوتية. طيب يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. The snakes depend on what in hunting the prey يعني بتستخدم ايه السنيكس علشان تصطاد الفريسة بتاعتها؟ هل feeling heat الإحساس بالحرارة ولا hearing ولا smelling ولا echolocation؟ طبعا لو افتكرنا يا ولاد السنيكس الثعابين اللي هي بتصطاد الفرائس بتاعتها عن طريق الإحساس بالحرارة feeling heat، برافو عليك، ويبقى الإجابة هتكون feeling heat. احنا بنحاول نمر مرور الكرام على الquestions علشان يعني احنا مش الغرض الاساسي بتاعنا زي ما اتفقنا ان الكويتشنز نحفظه ويبقى هو ده السؤال اللي جاي واحنا مجرد بننقل وخلاص، احنا كده مش هنبقى حقيقيين في التعلم بتاعنا. كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل ريفرشمنت لكل المعلومات اللي اتعلمناها ودرسناها طول السنه، بان احنا بنجيب هنتس كده او معلومات كده بتفكرنا باللي احنا درسناه عن الاولز والدولفينز والباتس وكل حاجه. طيب لو اتكلمنا بقى بمناسبه الاولز، هنقول إن الـ owls determines its prey's position at night by الـ owls أو الـ البومة بتحدد المكان بتاع الفريسة بتاعتها الـ prey's position at night by إيه يا أولاد؟ إيه رأيكم؟ طبعاً أنتوا عارفين الـ owl اللي بتنشط بالليل علشان تصطاد، هل بتستخدم seeing the prey بتشوف الفريسة ولا hearing the prey بتسمع الفريسة ولا touching the prey ولا smelling the prey؟ ايه رايكم؟ ايوه تمام، سمع ناس شطوره بتقول لي السمع بتاع الاول بيكون قوي وحاد جدا، يبقى hearing the prey سمع الفريسه. طيب السؤال اللي بعده، bats determine the position of its prey boy. الخفافيش او البات بتحدد موضع الفريسه بتاعتها عن طريق ايه؟ هل عن طريق feeling heat الاحساس بالحراره ولا hearing السمع ولا smelling الشم ولا echolocation؟ ايه رأيكم؟ bats determine بتحدد البوزيشن بتاع الفريسة بتاعتها عن طريق ايه؟ برضو بيفكرنا بالدولفينز، برافو، فاكرين الدولفينز اللي بتصدر echolocation echo موجات صوتية عالية جدا بتقدر تستقبلها بالأذن عشان تسمعها، يبقى السنس اوف hearing عندها عالي جدا، يبقى it's echolocation أو الموجات الصوتية هي اللي بتستخدمها الباتس والدولفينز عشان تحدد البوزيشن بتاع البري موضع الفريسة بتاعتها. طيب what is the form
what is form the functions of the nervous system يعني mean from sorry what is from the functions of the nervous system مين في دول من الوظائف او الفانكشنز بتاعه النيرفس سيستم هل انه بيعمل collecting information يجمع معلومات or sending signals to the body بيرسل رسائل للجسم ولا interpreting informations بيفسر المعلومات ولا all the above يعني كل الاجابات اللي قلناها افتكروا كده النيرفس سيستم يا اولاد اللي هو brain وspinal cord والnerves كمان كل دول يا اولاد مسؤولين عن كل اللي احنا قلناه collecting information بيجمع المعلومات sending signals to the body بتبعت رسائل للجسم كمان interpreting information يعني بتعمل تفسير للمعلومات يبقى الإجابة يا أولاد هتكون all the above يعني كل الإجابات دي صحيحة اللي بعده Egyptian gerbil is a small fish rodent snake or no correct answer إيه رأيكو Egyptian gerbil هل هو سمكة fish أظن أكيد يعني إزاي يعني تبقى fish هو ده كائن عايش في المية عشان أقول عليه سمكة طب هل هو سنيك صعبان أكيد لا ده بالعكس ده العدو بتاعه الأساسي هو السنيكس يبقى الإجابة المظبوطة إنه نوع من الرودنز أخو الفار والرابت سوري أخو السكرل اللي هو السنجاب وأخو الرات الفئران الحاجات دي كلها نوع من أنواع القوارض رودنز يعني حيوانات قاردة بتقرض يعني تمام يبقى الجربو نوع من أنواع الرودنز مكملين سؤال كمان about الجربو The legs of the Egyptian gerbil look like the legs of بيشبه رجل مين الرجلين بتاعة الإيجيبشن جيربو طويلة الرجلين اللي بتكون طويلة شوية ها هل بيشبه الدوكس ولا الكانجرو ولا الفينيك فوكس ولا البينجوين ايه رأيكم برافو عليكم اتس كانجرو حيوان الكانجرو لو تفتكروه هو كمان بيتميز بالرجلين الخلفية بتكون طويلة شوية علشان يقدر ينط بيها ويعمل جامبينج لمسافات طويلة طيب يلا نشوف السؤال اللي بعده The nervous system of mammals consists of the الجهاز العصبي للمامالز أو النيرفس سيستم للمامالز اللي هي الكائنات التي تلد وترضع صغرها والإنسان نوع من أنواع المامالز زي ما احنا عارفين هل النيرفس سيستم بتاعه بيتكون من brain وspinal cord ونيرفز ولا كل الحاجات دي مكونة للنيرفس سيستم؟ برافو عليك وشطار بدأتوا تعرفوا الإجابات بسهولة جدا وتفهموا ان كل المكونات دي صحيحة من مكونات النيرفس سيستم برين اللي هو المخ وسباينال كورد الحبل الشوكي والنيرفز الاعصاب كل دي مكونات للنيرفس سيستم السؤال اللي بعده Egyptian gerbil can feel the presence of snakes with the help of its large بيقدر Egyptian gerbil انه يتعرف على وجود السنيكس وجود الثعابين بمساعدة It's large A بمساعدة الـ A large إيه اللي حجمه كبير بيخليه يعرف إن في ثعبان بيقرب منه. إيه رأيكم؟ هل الـ legs ولا الـ nose ولا الـ ears ولا الـ tail؟ إيه الحاجة اللي حجمها كبير في الجربو اللي بتخليه يسمع صوت التعبان وهو بيقرب منه؟ يسمع أظن أنا حلتها يبقى ears large ears يبقى it has large ears عشان تقدر تساعده انه يعمل feeling للpresence of snakes يشعر بوجود السنيكس في المكان يلا بينا السؤال اللي بعده The brain is a part of the المخ او العقل بتاعنا هل هو جزء من digestive system ولا respiratory system ولا nervous system ولا no correct answer ايه رأيكم المخ بتاعنا جزء من ايه ايوه شطار nervous system جزء من الجهاز العصبي اكيد مش جهاز digestive ولا respiratory لانه مسؤول بس عن التوصيل العصبي وتوصيل الرسائل في الجسم يبقى هو part of nervous system الجهاز العصبي طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده بيقول the response time by which the Egyptian gerbil can respond to the brain signals is يعني الوقت اللي بقدر اعمل فيه رد فعل by which الايجيبشن جيربو اللي بيستخدمه الايجيبشن جيربو طبعا response time عموما يعني الوقت رد الفعل
الكلام ده بقى لو اخصص يعني خصينا الكلام عن الايجيبشن جربو، التايم اللي بياخده عشان يقدر يبعت اشاره للبرين ان هو شاف ثعبان او شاف حاجه، هل بيكون الزمن ده او التايم ده متوسط مودريت ولا فاست سريع جدا ولا سلو ولا نو كوريكت انسر؟ ايه رايكم؟ ايوه تمام، بيكون فاست سريع جدا يا ولاد، لازم بسرعه يبدا يرسل رساله للمخ بتاعه عشان يحذره ان في صوت انا سامعه، فبسهوله جدا بيبدا الجسم ياخد رد فعل ويجري عشان يهرب من الثعبان اللي بيقرب او يهرب من الخطر اللي بيقرب منه. السؤال اللي بعده، What eyes have a thin membrane in the back of the eye؟ مين العيون مين اللي بيكون عندها thin membrane او غشاء رفيع in the back of the eye في خلف العين؟ هل هو الهيومن ولا الهورس ولا السنيك ولا البات؟ فكروا كده في السؤال، مين اللي عيونه فيها ممبرين اللي بنقوله عليه ميرور، شكله زي الميرور او ميرور لايك ممبرين. اسهلها لكم اكتر، مين اللي عنده توبيتم لوسيدم او توبيتم لوسيدم اللي هو غشاء، كلمه لاتينيه طبعا بتعبر عن ممبرين معينه زي الميرور بالظبط، بتبقى موجوده في خلف الايز بتاعت بعض الحيوانات. ها ايه رايكم؟ تمام، الوحيد اللي عنده الثيم ممبرين اللي بنتكلم عنها هو الهورس، الحصان، اكيد مش الهيومن ولا السنيك ولا البات. طبعا السنيك بيقدر يحس بالليل ويصطاد بس مش بالرؤيه، هو مش بيشوف، ده بيستخدم الايه الهيت او السنس اوف هيت. طيب الباتس، ما هي برضو بتبقى موجوده نوكترنال، حيوانات ليليه، بس الباتس برضو مش بتشوف، بالعكس نظرها ضعيف جدا، لكن بتستخدم يا ولاد السنس اوف هيرنج، السمع، السمع بتاع الباتس بيكون قوي جدا. يلا بينا السؤال اللي بعده، What energy affects the sensory receptors in eyes of living organisms causing vision؟ ايه هي الطاقة اللي بتأثر على sensory receptors او مستقبلات الاحساس في العين of living organisms causing vision وبتسبب لها الرؤية؟ ايه رأيكم يا ولاد؟ هل الالكتريك انرجي ولا ساوند انرجي ولا لايت انرجي؟ exactly it's light energy، الطاقة الضوئية. اي حاجة بتتعامل مع العين يا ولاد هي light، الضوء، الضوء هو الحاجة اللي ممكن العين تستقبلها وتبدأ ترسلها للمخ عشان يقدر يفهم ويستقبل الصورة اللي هو موجود اللي موجودة قدامه ويفسرها. يبقى light energy affects the sensory receptors in the eye. طيب السؤال اللي بعده، To know what you are seeing and recognize it، لسه قايلين من شوية، عشان أقدر أعرف أنا شايف إيه وأقدر أتعرف عليه. The what must receive sensory impulses from eyes، مين اللي لازم يستقبل مستقبلات ال sensory impulses أو نبضات نبضات الإحساس من العين؟ مين اللي أنا ببلغه بالحاجة اللي شفتها على طول؟ مين اللي مباشرة متصل بالعين؟ هل الـ spinal cord ولا brain ولا sensory receptors in eye ولا sensory receptors in ears؟ ايه رأيكم؟ برافو عليكم، it's brain، المخ هو اللي بيستقبل يا ولاد الرسالة من العين مباشرة ويبدأ يفسرها ويوجد لها تفسير علشان المخ يفهم الحاجة اللي هو شايفها. طيب all the following are brains for tarsier monkey، زي ما انتم شايفين tarsier monkey اللي هو نوع من أنواع الحيوانات النوكترنال الليلية، كل دي من أنواع الأكلات اللي ممكن يتغذى عليها ما عدا عايز حاجة مش بيتغذى عليها. هل الانسكتس ولا البينجوينز ولا السمول ليزردز ولا السمول بيردز؟ مين في دول يا ولاد يعتبر من الأكلات اللي مش بياكلها ال tarsier monkey اللي احنا اتفقنا عليه اللي احنا شايفينه في البيكتشر قدامنا؟ هو بياكل انسكتس؟ ايوه تمام، برافو عليكم. طيب بياكل بينجوينز؟ هو اصلا البينجوينز موجود في نفس البيئه اللي موجود فيها tarsier monkey، ده انا حتى لو مش عارف tarsier monkey موجود فين، شايفين الصورة وفي حواليه أشجار وخضرة كتير، أكيد هو في مكان فيه غابات، مكان فيه شمس،
مكان مش صحراء، مكان مش أماكن قطبية باردة، لكن البنجوين اللي احنا عارفين بيعيش في الأماكن البولر، يبقى أكيد مش من الوجبات بتاعة التارسير مونكي، لكن ممكن يتغذى على السمول ليزرد السحالي الصغيرة، وممكن كمان يتغذى على السمول بيردز. يلا بينا السؤال اللي بعده. Both tarsier and owl، يعني tarsier monkey and owl، هل كان swim بيعرف يعومه، ولا كان fly بيعرف يطيره، ولا are nocturnal animals، الاثنين nocturnal animals، ولا belong to the same species، الاثنين بيتبعوا نفس ال species نفس الفصيلة؟ ايه رأيكم الاختيار الصح الاثنين ايه؟ ايوه تمام، الاثنين nocturnal animals، برافو عليكم، حيوانات ليلية، الاثنين nocturnal animals او حيوانات ليلية. يلا بينا اللي بعده. Each of human fishing cat and tarsier، يعني كل من الانسان والفيشنج كات اللي هي القط الصياد يعني، والتارسير مونكي، شايفين الثلاثة دول الثلاث صور قدامنا، عايزين نشوف بقى ايه الرابط اللي ما بينهم. هل الثلاثة has an excellent night vision، الثلاثة عندهم رؤية ليلية جيدة، ولا الثلاثة becomes more active at night، بيصبحوا أكثر نشاطا at night، أظن الإنسان مش كده خالص، يبقى أكيد الاختيار ده مش صح، ولا has a mirror-like membrane in its eyes، عنده غشاء يشبه المراية في عينيه، ولا has two eyes adapted for vision، عنده اتنين عين بيقدر يتأقلم بيهم للرؤية. أظن ده أكتر تشوز مناسب ليا. طبعا برضو بنأكد تاني يا جونيور 4 وإحنا في الامتحان، لو مش قادر أفهم السؤال عايز إيه، ممكن جدا أستخدم أسلوب استبعاد الإجابات، أحاول أقرأ كل اختيار، كل تشوز موجود قدامي، أكيد اختياري أو قرايتي للتشوزز هيوصلني لحاجة، هيخلي في إجابة هي الأكتر صح أو هي الأكتر دقة اللي هقدر أوصل لها. يبقى دايما ما ندخلش بوقتنا، ناخد وقتنا بالكامل في الإجابة يا جونيور 4، وناخد ونحاول نقرأ كل سؤال بالتشوزز بتاعته، ونراجع مرة واتنين. الوقت بتاعي بتاع الامتحان حاجة فرصة مش هتتكرر تاني، يا ريت ما نضيعهاش، ودايما نستغل وقتنا لحظة بلحظة طول ما احنا في الامتحان، ما نقولش خلصنا بسرعة، ما نقولش كده خالص، ما نقولش لا تمام ده انا كله زي الفل وحليت تمام، لا لازم تراجع، دايما شكك في اجابتك وحاول تقرا تاني وتالت، علشان جايز انت تسرعت في حاجة، جايز في كلمة ما قريتهاش تقلب معنى الجملة. دايما يا جونيور 4 عايزين نتأنى في الاجابة بتاعتنا ونقرا كويس جدا علشان نجيب درجات كويسة في الامتحان. طيب the energy which must present to make our eyes able to see the objects around us، ايه الانرجي اللي بتساعدنا نشوف حوالينا الحاجات اللي حوالينا؟ اظن سهلة جدا، sound electric light or magnetic، برافو عليك، it's light الطاقة الضوئية، light energy. طيب السؤال اللي بعده، living organisms adapted to see in darkness or cold، الكائنات اللي بتتأقلم إنها تعيش بالليل أو تنشط بالليل وتشوف بالليل، بسميهم blind ولا nocturnal ولا light ولا active؟ طبعا الإجابة ظهرت فورا، they are nocturnal animals، حيوانات ليلية، حيوانات بتنشط at night، أي حيوان أو كائن عموما أو bird ممكن طائر بينشط بالليل أو active become active more active at night، بسميه nocturnal كائن ليلي. طب يلا بينا نشوف القطة دي. The thin membrane in the cat's eye is considered a what adaptation to see، وجود الممبرين اللي شبه الميرور دي في عين القطط بيساعدها يا ولاد على إنها تعمل adaptation. طب نوع الادابتيشن ده إيه؟ structural ولا behavioral ولا behavioral and structural ولا كل الإجابات؟ هل يا ولاد ممكن حد يمتلك الممبرين دي لوحده كده من نفسه، ولا دي حاجة ربنا خلقها؟ تمام، في ناس شطار بيقولوا لي أنا مالي، دي حاجة القطط اتولدت بيها، اتخلقت بيها، يبقى طبعا structural adaptation. دايما أبص على الحاجة اللي بتكلم عنها، هل دي حاجة الكائن سلوك عمله
زي مثلا الميجريشن، الهجرة بتاعت البيرد، زي مثلا بعض الكائنات اللي بتبقى اكتف ات نايت، نشيطة بالليل، ده behavioral adaptation. زي الكائنات اللي بتعمل بيات شتوي مثلا هايبرنيشن، كل دي بنسميها behavioral adaptation. ولكن يا ولاد لما يكون جزء من الجسم فيه حاجة معينة أو تركيب معين، ساعتها بسميه structural adaptation أو تكيف تركيبي. طب السؤال اللي بعده، human use what to see in the darkness، الإنسان بيستخدم إيه عشان يشوف بالليل؟ محدش يقول لي بقى إن هو عنده الميرور ميمبرين أو الغشاء الذري زي الميرور التوبيت الملصدم اللي موجود في العين بتاع القطط والهورسز والدوجز. لا طبعا مش موجود. هو يا ولاد بيستخدم حاجة صناعية اسمها نايت فيجن ديفايسز، أجهزة الرؤية الليلية. طبعا تسمعوا عنها يا ولاد، جهاز كده معين بيستخدمه عشان يبص فيه ويشوف بالليل. جهاز بيستخدم الأشعة الانفراريد ريز أو الأشعة تحت الحمراء علشان يقدر يشوف، لأن الإنسان ما عندوش القدرة على إنه يشوف بالليل. طبعا السؤال اللي بعده، What is the source of light؟ مين في دول مصدر لللايت؟ هل ميرور ولا فاير ولا كار ولا ويند؟ مين في دول source of light يا أولاد؟ برافو عليكو، It's a fire، النار مصدر لللايت. ممتازين. عندي مين sources of light تاني؟ برافو، sun، ممكن candles، ممكن electric lamps، اللمبات العادية. لكن ينفع أقول إن المون source of light؟ للأسف ما ينفعش، لأن المون أصلا بياخد النور بتاعه من الشمس، يعني كأنه مراية بتعكس نور الشمس لينا، just reflect sunlight، بيعكس نور الشمس، فما بيعتبرش إن هو source of light. يبقى الفاير، النار، ممكن تكون مصدر للنور. طيب what materials allows most light to pass through and objects can be seen clearly through them؟ طبعا هو بيقول لي allow most light to pass through، يعني بيخلي معظم اللايت يعدي منه، وكمان بشوف منه clearly بوضوح. مين الحاجة اللي بشوف منها بوضوح؟ أوبيك؟ معرفش، ايه رأيكم؟ ولا سيمي ترانسبيرنت ولا ترانسبيرنت ولا all above all the above، كل الإجابات اللي فوق. تمام، الإجابة طبعا يا ولاد ترانسبيرنت ماتيريالز، الأشياء الشفافة هي اللي بنقدر نشوف منها كويس جدا الأشياء. طيب السؤال اللي بعده، what materials بقى اللي don't allow light to pass through and objects cannot be seen through them، والأشياء لا يمكن أن ترى من خلالها؟ هل الأوبيك ولا ترانسبيرنت ولا كالرد ولا سيمي ترانسبيرنت؟ إيه رأيكم؟ شطار، أنا مش هستنى لأن أنت شطار وقلتوها. It's opaque materials، المواد المعتمة. Opaque materials هي الوحيدة اللي مش بتسمح لللايت إنه يعدي منها. طيب السؤال اللي بعده، Which one of these objects don't allow light to pass through؟ مين في دول مش هيسمح لللايت إنه يعدي، مش هيسمح لللايت يعدي منه؟ هل الصورة الأولى دي يا ولاد مجموعة البوكس الكتب، ولا البوتل اللي انتوا شايفينها قدامكم اللي فيها مية؟ وطبعا احنا شايفين المية، يبقى ده معناه إن هي أكيد شفافة، يعني allow light، لكن هو بيقول لي don't allow، هو عايز حاجة don't allow. ولا المناديل الشفافة دي، طبعا التيشيرز أو المناديل أكيد من الحاجات السيمي ترانسبيرنت، يعني نص شفافة كده، ممكن أشوف من خلال المنديل لو كان طبقة واحدة بس. كمان الإزازة أو الكوباية، الإزازة اللي احنا شايفينها، مين في دول يا ولاد don't allow light to pass through، مش بيخلي النور يعدي منه؟ طبعا كلكم عرفتوها، صورة البوكس أو الكتب هي الحاجة اللي مش ممكن تسمح لللايت إنه يعدي. طيب a mirror is very good reflector of light، select another object that is good reflector of light، اختار حاجة تانية تعتبر good reflector of light أو عاكس جيد لللايت. هل الطبق الخشب ده يا ولاد بيعكس اللايت، يعني أبص فيه أشوف نفسي، ولا الكوكينج بوتس أو الإناء أو الحلة اللي موجودة قدامنا، ولا يا ولاد
إناء بتاع الطهي اللي موجود letter C اللي هو اسمه cooking pots أو أواني للطهي. إيه رأيك وشايف نفسك فيه ولا لأ؟ مصنوع من الميتلز، فاكرين لما قلنا الميتلز أو المعادن من الأشياء اللي بتلمع اللي بيعكس اللايت، بيعمل ريفليكشن لللايت. ولا رأيكم الاختيار الأخير اللي هو مبين فيه صورة برضو إناء للطعام بس مصنوع من الخزف أو مادة مش بتعكس اللايت؟ يبقى الإجابة الصح يا ولاد وهي letter C، قدامنا واضح قوي إن فيه لمعان موجود. طيب السؤال اللي بعده، we see objects because the light reflected from an object then what our eyes، بنشوف الأشياء علشان اللايت بينعكس reflected from an object من الجسم then، وبعدين يحصل له ايه للعين بتاعتنا؟ هل shines from بيشع منها، ولا enters our eyes يدخل عينينا، ولا leaves our eyes؟ ايه رأيكم الإجابة الصح ايه؟ برافو عليكم، it enters our eyes بيدخل للعين. يلا بينا السؤال اللي بعده، زي ما انتم شايفين اللايت جه من المصدر بتاع اللايت وليكن الشمس، سقط على الجسم اللي قدامي ده وحصل له ريفليكشن ودخل للعين او enters our eyes، دخل للعين عشان يدخل على البرين بقى والبرين يبدا يكون صوره للشيء اللي قدامي. طيب this picture shows a driver looking in the rear view mirror of her car، هتشوفوا طبعا زي ما انتم شايفين كده السائقة دي بتستخدم الميرور اللي قدامها اللي هي الميرور الأمامية، الرير فيو ميرور المرآية الأمامية، علشان تقدر تشوف. What is the main purpose of rear view mirror؟ ايه السبب الأساسي أو الغرض الأساسي للنوع ده من المرآية؟ موجود في العربية ليه؟ طبعا شايفين اهو هي بتبص تشوف نفسها، بس ممكن كمان تشوف الأشياء اللي موجودة وراها. هل to enable the driver to see what is behind the car عشان تخليه يشوف ايه اللي جنب العربية، ولا to enable the driver to see what in front of the car قدام العربية، ولا inside the car جوه العربية، ولا above the car؟ ايه رأيكم؟ above the car يعني فوق العربية طبعا، behind انا سوري انا قلتها جنب، لا قصدي خلف السيارة. ها ايه رأيكم؟ ايه الغرض من المراية اللي قدام دي rear view mirror؟ برافو عليكم، لو قلناها كده عادي هنقول علشان تشوف الاشياء اللي وراها، تمام، شوف ايه العربيات اللي جاية ورا العربية بتاعتها وتاخد بالها. يبقى فعلا الاجابة هي enable the driver to see what is behind the car، يشوف ايه اللي خلف السيارة. اللي بعده، which picture represents light reflection، ايه الصورة اللي بتعبر عن اللايت ريفليكشن؟ هل A ولا B ولا C؟ طبعا الإجابة هتبقى letter B، واضحة جدا علشان الشعاع سقط كده، اللايت ري سقط كده وريفليكتد على طول في نفس الاتجاه، أكيد ما بيعديش ولا بيحصل له المنظر ده ولا المنظر ده، يبقى الاختيار B هو الصح. السؤال اللي بعده، the light waves travels in the air as curved lines، zigzag lines ولا straight lines ولا circular lines؟ اللايت ويفز او موجات اللايت بتسافر في الهواء كايه؟ برافو، كخط مستقيم straight line، دايما بنشوف النور بيمشي من الكشاف عامل زي خط مستقيم على طول قدامنا طبعا. طيب السؤال اللي بعده، when light rays hit an object all the following sentences are correct except، لما شعاع اللايت يخبط في جسم كل الجمل الآتية صحيحة ما عدا، all the following sentences are correct except، كل الجمل الآتية صحيحة ما عدا إيه يا ولاد؟ هل some of rays is absorbed by the objects، بعض الأشعة بتمتص بالجسم، ولا some of rays is bounced off the objects، ولا some of rays may go through the object، ولا some of rays reflects to our eyes our ears causing hearing؟ ايه رأيكم؟ مين في دول مش ملوش علاقة اصلا يا ولاد بالرؤية واللايت؟ ايوة تمام شطار، ايه علاقة العين او الايرز يا ولاد بالموضوع والسمع؟ احنا بنتكلم عن اللايت ريز اللي بتسقط على الجسم
وبعدين تخليني استقبلها واقدر اشوفها. ها طبعا يا ولاد، مش الاختيار الاخير، لان هو بيقول لي اكسبت. هنا مهم جدا يا ولاد ان احنا نكون فاهمين السؤال اللي بيقول لي اكسبت ما عدا، يعني عايز عكس الكلام اللي موجود، حاجه مش بتنطبق على كلامنا. هل some rays is absorbed by object؟ اه، بعض الاشعه هتمتص بالجسم. هل some rays is bounced off the object؟ ايوه، بعض الاشعه هتنعكس من الجسم. هل some rays may go through the object؟ ايوه، بعض الاشعه ممكن تخترق الجسم وتعدي منه، لكن اكيد مش بعض ال rays reflected to our ears هتروح للاذن، لان الاذن ملهاش دعوه باشعه الضوء. opaque materials allow light to pass through ولا absorb some of light that falls on it only ولا bounces off some of light that fall on it only ولا absorb some of light then fall that fall on it and bounces off the others. ايه رايكم؟ ايه الاختيار الصح عن الاوبيك ماتيريالز؟ برافو عليكم، انه بيمتص absorbs some of light that fall on it and bounces off the other، بيمتص بعض أشعة الضوء اللي ساقطة عليه ويعكس الباقي منه. السؤال اللي بعده: All the following are transparent objects except، كل الحاجات دي يا ولاد أجسام transparent شفافة ما عدا مين؟ glasses ولا water ولا paper ولا air؟ Exactly, it's paper. كل دول شفافين، الجلاس والووتر والاير، ولكن يا ولاد الورق او البيبر اكيد مش شفاف او مش ترانسبيرنت اوبجكت. برضو تاني، احنا بنحاول سريعا نعمل ريفريشمنت لمعلوماتنا. مش الغرض من الريفيجن دي يا جونيور 4 ان احنا نحاول نحل اسئله ممكن بكره نلاقيها هي نفسها، مش ده المطلوب. اللي مطلوب بس نفتكر المعلومات اللي احنا درسناها طول الترم ونسترجعها تاني عشان نكون مستعدين للامتحان، واي سؤال حتى لو ما كانش مر علينا قبل كده مش هنتخض منه وهنفكر، لان احنا وندي فرصه لعقلنا ان هو يوصل للاجابه بنفسه، لان احنا الحمد لله فعلا اتعلمنا طول السنه وعملنا مجهود، والحمد لله اتعلمنا كويس كل الحاجه اللي درسناها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقنا لاننا بذلنا مجهود طول السنه عشان نكتسب المعلومات دي. خلينا نقول السؤال، بيقول A firefly is not a bird but it's a type of what؟ فاكرين الفايرفلاي اللي هو نوع من انواع البيتلز اللي بتنور، فاكرين؟ هل هو amphibians ولا lizards؟ ياه ده انا جاوبتها، ولا beetles؟ تمام، it's beetles، برافو عليكم، نوع من انواع الخنافس المضيئه. طيب السؤال اللي بعده، which of the following is not a reason for the fireflies produce a flashlight؟ مين في دول مش سبب بيخلي الفايرفلاي تصدر الاضواء بتاعتها؟ هل to attract a male؟ طبعا انا بقول not reason، مش سبب. هل to attract a male عشان تجذب الذكور؟ ولا for communication للتواصل؟ ايوه ما هي بتصدر الانوار للتواصل، يبقى مش ده الاختيار. ولا to warn of predators عشان تحذر تحذر من المفترسين؟ ولا to see in the dark؟ تمام، الإجابة اللي ملهاش علاقة بالفايرفلايز خالص هي to see in the dark. طبعا الفايرفلايز مش بتنور عشان تنور لنفسها وتشوف، لا طبعا، ده عشان تجذب الأفراد التانية من النوع الآخر، أو عشان تتواصل communication، أو عشان تحذر بعض من الأعداء اللي بيقتربوا. يلا بينا اللي بعده، different what represent different letters of alphabet in Morse code. فاكرين Morse code؟ الطريقة اللي كانوا بيستخدموها زمان للتواصل بديلة للكلام وللرسائل الكتابية يا ولاد، اللي كان بيبقى فيها أصوات كده معينة، dots وداشز، فاكرين؟ وأنوار برضو. هل different symbols and figures ولا symbols and dashes ولا figures and dots ولا dashes and dots؟ لسه قايلة من شوية إن المورس كود كان يعني بيشمل different letters، بيمثل حروف مختلفة من الألفابيت بس بيمثلها في شكل
داشز اند دوتس، زي خطوط كده ونقاط صغيرة عشان يعبر عن الكلمات. يعني كل حرف قصاده خط أو داش أو دوت على حسب الليتر أو الحرف الهجائي أو الألفابيت اللي قدامي. طيب مكملين. In Morse code long flashes can be used instead of. في المورس كود long flashes أو الأضواء الطويلة ممكن نستخدمها بدل إيه؟ بدل الدوت اونلي، النقط الصغيرة. أنا بقول long ده long flashes، أضواء طويلة، نور طويل شوية، ولا الداشز اونلي، ولا both dots and dashes، ولا يا ولاد neither dots nor dashes؟ طبعا الإجابة هي داشز اونلي، لأن طبعا long فلاش قصاده داش، يعني خط كده يا ولاد طويل بيترسم أي بيبديل لللونج فلاش أو الضوء الطويل. يلا بينا اللي بعده. Which of the following is not a reason for fireflies produce a flashlight؟ مش سبب بيخلي الفايرفلايز تصدر النور. هل to attract mail ولا for communication؟ طبعا لسه قايلين من شوية إن ملوش علاقة بالرؤية الليلية طبعا خالص، يبقى to see in dark هي اللي مش إجابة معانا أو مش جملة صحيحة، يبقى دي اللي هنختارها. Different what then different letters of alphabet in Morse code؟ طبعا زي ما قلنا من شوية اتكرر السؤال ده، سوري، داشز اند دوتس. يلا بينا نقول السؤال اللي بعده. Classify the type of communication. يلا بينا نصنف نوع التواصل. الميوزك اند سينجينج، مين اللي بيستخدم الأصوات والموسيقى والغناء للتواصل؟ ايه رأيكم؟ طبعا هو هنا بيقول لي الاي ده بيعبر عن الانيمال، والاتش بيعبر عن الهيومن، والبي تمام. يبقى بيقول لي ايه الاختيار الصح اللي ممكن يكون بيستخدم الميوزك يا ولاد وبيستخدم السينجينج؟ ها تمام، برافو عليكم. ممكن الانسان يستخدم ده، وممكن كمان الانيمال تستخدم نفس الحاجه. طيب اللي بعده. written language او اللغه المكتوبه، مين الوحيد اللي ممكن يستخدم اللغه المكتوبه؟ تمام، برافو عليكم. It's human، الإنسان الوحيد اللي ممكن يستخدم الكتابة يا ولاد، اللي هو letter H طبعا، اللي هو بيتكلم عن human. هو طبعا الاختيار B بيعبر عن A و H اللي هو human، والأنيمال هو الإنسان ممكن يستخدم الميوزك أو singing للتواصل. أيوة طبعا عادي، ممكن الإنسان يستخدم موسيقى، ممكن يستخدم singing عشان يتواصل عادي، لكن أو أصوات معينة مثلا، وكمان بيشاركوا الأنيمالز طبعا زي ما انتوا بتشوفوا الويلز أو الحيتان بتواصل عن طريق السينجينج. طيب الاختيار الثاني الريتن طبعا بيختص بيه بس الإنسان. طيب الإيكو بوزيشننج أو التحديد المواقع عن طريق الصدى، طبعا الأنيمالز بس هي اللي بتحدد المواقع عن طريق الصدى مش الإنسان، الإنسان ما يقدرش يعمل ده. السؤال اللي بعده. Sarah tried to write her name in hieroglyphs. So what is the correct name? ده عايزني أكتب اسم سارة باللغة الهيروغليف أو اللغة الهيروغليفية. إيه رأيكم؟ إيه الليترز بتاعت اسم سارة؟ letter S، برافو عليكم، اللي هو بيعبر عنها الشكل ده. يبقى أدور على اختيار أوله الشكل اللي إحنا شايفينه. يبقى مفيش قدامي طبعا غير الاختيار ده، وبعد الاس في ايه اللي هو الرسمه بتاعه البيرد او الطائر اللي هو الرسمه دي. تمام، يبقى الاختيار ده هو فعلا اللي مظبوط، letter C. ده هو الطريقه اللي اقدر اعرف بيها اسم مثلا بنوته اسمها ساره. The way by which bees can communicate with each other، الطريقة اللي ممكن النحل يتواصل بيها مع بعضه يا ولاد، هل الإيكولوكيشن ولا فلاش لايت ولا دانسينج ولا مورس كود؟ طبعا البيز أو النحل بيتواصل عن طريق الدانسينج، الرقصات، عن طريق الرقص. What use echolocation by bouncing high pitched sound in air؟ bat ولا dolphins ولا whales؟ إيه رأيكم؟ مين بيستخدم الإيكولوكيشن؟
برافو عليك. والدولفينز والباتس الاثنين بيستخدموا ايكولوكيشن. الايكولوكيشن is the use of what beached sounds for finding food. ها مين اللي بيستخدم يا ولاد الايكولوكيشن عشان يلاقي الطعام؟ هل بيستخدم طبعا الدولفين والبات، هل بيستخدموا ميديوم بيتش ساوند اصوات الدرجه بتاعتها البيتش بتاعها عالي ولا ميديوم ولا لو؟ تمام، وايه رايكم، ميديوم ولا لو ولا فيري لو ولا هاي؟ الاجابه هي هاي بيتش ساوند، اصوات عاليه جدا في الدرجه بتاعتها. وين Does the ball on the ground move? امتى الكرة بتتحرك على الأرض؟ طبعا احنا انتقلنا لـunit 2 دلوقتي. لو الكرة دلوقتي يا أولاد، لما الكرة دلوقتي تتحرك when امتى الكرة بتتحرك؟ بقدر أقول إنها اتحركت امتى؟ على الأرض. لما it won't move ما تتحركش، ولا when it for a force acts on it، ولا when light falls on it، ولا when gravity increases it increases. كل ده ملوش علاقة بالإجابة. الإجابة الصحيحة عشان الكرة وهي واقفة على الأرض تتحرك هي إن حد يأثر عليها بقوة معينة، force، زي ما اتفقنا لازم عشان الجسم يتحرك يكون في قوة بتأثر عليه. السؤال اللي بعده، how do you know how strong the wind is؟ إزاي بتعرف إن الرياح قوية؟ هل by the size of things which is moves due to wind، بالاشياء اللي بتتحرك نتيجه للرياح، ولا باي taking a deep breath، تاخد نفس عميق تعرف ان الرياح قويه، ايه علاقته، ولا باي looking through the window، ابص من الشباك اعرف ان الهواء جامد، ولا باي seeing rain. طبعا الاجابه الصح انها بتحرك الاشياء، لما الاقي الحاجات عماله، البيبان عماله تتخبط، الورق عمال بيطير، اعرف ان في رياح قويه، يبقى باي the size of things which it moves due to wind. لما تحرك حاجة قوية مثلا أو تحرك باب تقيل اعرف إن الرياح دي كانت قوية جدا. The body moves slow or fast or moves its direction due to what force acts on it. هل friction force ولا wind ولا gravity ولا height؟ الجسم بيتحرك بسرعة أو ببطء نتيجة لقوة إيه اللي بتأثر عليه؟ تمام، الفريكشن فورس هو اللي بيبطئ وبيسرع سرعة الجسم أو حركة الجسم يا ولاد. السؤال اللي بعده، which one don't considered as a force؟ مين في دول ما يعتبرش قوة؟ electric ولا gravity ولا push ولا friction؟ طبعا الكهرباء مش فورس، بالعكس دي energy، يبقى هو ده الاختيار. when we push or pull a car، لما ندفع أو نسحب العربية، ده بيحتاج مننا this needs weight ولا mass ولا height ولا energy؟ برافو، needs energy، محتاج طاقة. What is a force that is exerted when objects rub against each other and is a force that opposes motion؟ مين القوة اللي بتاع اللي عكس الحركة؟ القوة اللي بيحصل فيها rubbing أو احتكاك يا أولاد؟ أظن مش محتاج تفكير، احتكاك يبقى فريكشن. هل السبيد ولا الفريكشن ولا الجرافيتي ولا الأكسلريشن؟ برافو عليك، وإتس فريكشن. خلينا نعيد ترتيب الجمل اللي قدامنا يا ولاد تاني، وده السؤال اللي هنختم بيه الريفيجن بتاعتنا on first term exam، على الامتحان بتاع الفيرست ترم. وطبعا إن شاء الله إحنا بكرة هنكون من الناس المتمكنين جدا في الإجابة بتاعتنا، لأن إحنا واثقين في نفسنا وواثقين في عقلنا انه بيقدر يوصل للاجابه. مش شرط اكون عارف السؤال عشان اجاوبه، انا ممكن اقرا السؤال واستنبط منه الاجابه. وما تقلقش وما تتوترش، انت عارف كل حاجه لانك اكتسبت المعلومات من بدايه السنه لغايه دلوقتي، عمال بتذاكر وتجتهد وتقرا وتبحث. تمام، وهو ده الهدف الاساسي من منهجنا ومن النظام الجديد او النظام الحديث للتعلم يا جونيور فور. خلينا نقرا الاجابات او السنتنسز، الجمل اللي قدامنا، ونعمل لها اعاده ترتيب او ري ارينجينج. اول جمله بتقول، طبعا احنا بنتكلم عن فكره الفيجن، الرؤيه، ان ذا اي سينس ا مسج تو ذا برين ثرو نيرفز، العين بتبعت رساله للمخ عن طريق الاعصاب، ولا مين هنبدا بيه، ولا اللايت بيسقط الاول على الاوبجكت، ولا البرين تيلز اس what we see، المخ بقى يقول لنا انا شايف ايه، ولا light reflects the straight lines into our eyes،
العين او الضوء بينعكس في خطوط مستقيمه العين. اول حاجه هنبدا بيها ان اللايت بيسقط على الجسم، كوره مثلا قدامي، light falls on the object، اللايت بيسقط على الجسم او الاوبجكت اللي قدامي، دي اول حاجه. بعدين يعكسه على العين، light reflects in straight lines into our eyes، ويدخل على العين. وبعد كده تالت خطوه، العين توصل او تبعت رساله للمخ عن طريق الاعصاب، the eye sends a message to the brain through nerves، تبعت رساله للمخ عن طريق الاعصاب. واخيرا the brain tells us what we see، المخ بيبدا يقول لنا احنا شايفين ايه قدامنا. طبعا نتمنى لكم التوفيق يا جونيور 4، ان شاء الله احنا اكتمل المنهج بتاع الترم الاولاني، وبرده مش هننساه وبرده هنفضل دايما فاكرينه كمعلومات وصلنا لها واستفدنا منها في الترم الاولاني، وهتكون مساعد لينا برده واحنا بنستكمل اخر كونسبت بتاع يونت 2 واللي هيساعدنا في منهجنا في الترم الثاني ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق يا جونيور 4 في الامتحان بكره، وسي يو.